السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ أحبائي الصغار، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم هو يوم الأحد، وعندنا كمان حصة اللغة العربية. هيا نستمع إلى قصة جديدة ونكتشف ما هو حرفنا لهذا اليوم. هيا. في يوم من أيام الشتاء الباردة جداً، وقفت شهد على الشباك. في يوم من أيام الشتاء الباردة جدا، وقفت شهد على الشباك. ثم وجدت شحرور يقف على غصن الشجرة، وبدأ يغرد بصوته الجميل. فقالت شهد: ما شاء الله، صوته رائع. وجدت شحرور يقف على غصن الشجرة وبدأ يغرد بصوته الجميل. قالت شهد: ما شاء الله، صوته رائع. لازم احنا دائما لما نشوف اشي حلو او اشي بيعجبنا لازم شو نحكي دائما؟ ما شاء الله. وشاهدت شهد غروب الشمس الجميل خلف الشجرة. انظروا ما اجمل الغروب. أحضرت شهد شمعة وأخذت تشرب الشاي وهي تقرأ كتابا. أحضرت شهد شمعة وأخذت تشرب الشاي وهي تقرأ كتابا. هيا نستذكر معا الكلمات التي وردت في القصة. شمس شمس شمس. شتاء شتاء شتاء. شمعة شمعة شمعة. كلمات، هذه كلمات تبدأ بحرف الشين. شال شال شال. شاي شاي شاي. ماذا أيضا؟ شحرور شحرور. يا ترى ما هو حرفنا الجديد؟ هيا فكروا معا من خلال القصة، ما هو حرفنا الجديد؟ فكروا. نعم أحسنت، حرف الشين وصوته ش. حرفنا الجديد هو حرف الشين وصوته ش ش ش. انظر إلى الحرف، بيشبه مين من الحروف اللي أخذناها بالسابق؟ يلا فكروا فكروا معي، بيشبه مين من الحروف؟ أحسنت، حرف السين. إذا شو اللي بيميزهم عن بعض حرف السين عن حرف الشين؟ الثلاث نقاط. نعم أحسنت، هذا هو حرف الشين وصوته ش. شكرا لكم حبايب، بشوفكم إن شاء الله بكرة، مع السلامة.